الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرحلة الابتدائية الصف الأول فصل الدراسي الثاني مادة لغتي الوحدة السابعة حيوانات نشيد النحلة. إعداد وتقديم الأستاذ فهد عبد الرحمن الميمان. سنتعلم أحبائي هذا اليوم نشيد جميل هو نشيد النحلة. النحلة تعمل بجد وصبر، وسنتعلم كذلك أن النحلة تصنع العسل. كذلك أحبائي العسل غذاء وشفاء. نلاحظ هذه الصور تبين لنا النحلة. فهل النحلة كسولة تنام كثيرا ولا تعمل؟ أم النحلة تكون نشيطة تعمل بجد وصبر وتصنع العسل؟ أحسنتم، إذن النحلة نشيطة وتعمل بجد وصبر وليست كسولة. اسم النحلة أحلى نحلة، أعمل أعمل ليل نهار، أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان. اسم النحلة أحلى نحلة، أعمل أعمل ليل نهار، أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان. اسم النحلة أحلى نحلة، أعمل أعمل ليل نهار، أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان. اسم النحلة أحلى نحلة، أعمل أعمل ليل نهار، أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان. اسم النحلة أحلى نحلة، أعمل أعمل ليل نهار، أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان. اسم النحلة أحلى نحلة، أعمل أعمل ليل نهار، أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان. اسم النحلة أحلى نحلة، أعمل أعمل ليل نهار، أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان. اسم النحلة أحلى نحلة، أعمل أعمل ليل نهار، أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان. إذن لدينا اليوم درس نشيد جميل هو نشيد النحلة. اسم النحلة أحلى نحلة، أعمل أعمل ليل نهار، أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان. اسم النحلة أحلى نحلة، أعمل أعمل ليل نهار، أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان. اسم النحلة أحلى نحلة، أعمل أعمل ليل نهار، أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان. اسم النحلة أحلى نحلة، أعمل أعمل ليل نهار، أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان. اسم النحلة أحلى نحلة، أعمل أعمل ليل نهار، أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان. اسم النحلة أحلى نحلة، أعمل أعمل ليل نهار، أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان. اسم النحلة أحلى نحلة، أعمل أعمل ليل نهار، أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان. اسم النحلة
أحلى نحلة أعمل أعمل ليل نهار أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان اسم النحلة أحلى نحلة أعمل أعمل ليل نهار أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان اسم النحلة أحلى نحلة أعمل أعمل ليل نهار أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان اسم النحلة أحلى نحلة أعمل أعمل ليل نهار أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان اسم النحلة أحلى نحلة أعمل أعمل ليل نهار أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان اسم النحلة أحلى نحلة أعمل أعمل ليل نهار أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان اسم النحلة أحلى نحلة أعمل أعمل ليل نهار أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان اسم النحلة أحلى نحلة أعمل أعمل ليل نهار أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان اسم النحلة أحلى نحلة أعمل أعمل ليل نهار أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان اسم النحلة أحلى نحلة أعمل أعمل ليل نهار أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان اسم النحلة أحلى نحلة أعمل أعمل ليل نهار أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان اسم النحلة أحلى نحلة أعمل أعمل ليل نهار أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان اسم النحلة أحلى نحلة أعمل أعمل ليل نهار أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان اسم النحلة أحلى نحلة أعمل أعمل ليل نهار أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان اسم النحلة أحلى نحلة أعمل أعمل ليل نهار أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان اسم النحلة أحلى نحلة أعمل أعمل ليل نهار أهوى العمل أصنع عسلا فيه شفاء للإنسان إذا أخذنا نشيد الجميل هو نشيد النحلة التي تصنع العسل من يسمع لنا النشيد بصوت جميل سمع من حولك نشيد النحلة
حبائي، من أين تصنع النحلة العسل؟ النحلة تصنع لنا العسل، لكن من أين تأتي لهذا العسل؟ من رحيق الأزهار، ومن الأزهار أحسنتم، هي تجمع الرحيق من الأزهار لكي تصنع العسل. هل النحلة نشيطة أم كسولة؟ النحلة نشيطة، أحسنتم، النحلة نشيطة، تقطع مسافات بعيدة وتطير إلى الأزهار وتجمع الرحيق بجد واجتهاد. فعلينا أن نعمل كالنحلة، نكون نشيطين ونتعلم الصبر والجد من هذه النحلة. إذا تعلمنا أحبائي هذا اليوم تسميع نشيد النحلة، وأن نعمل بجد كالنحلة التي تجمع الرحيق وتصنع العسل. كذلك علينا أن نتناول العسل كغذاء، وكذلك نتناول العسل كشفاء، فهو شفاء للناس.